عندك ايتوجا آه واحمد ومروان حمد انت قلت ودغموم واحمد الشيخ وم... آه. يعني في مجموعه كبيرة آه. فهي آه. لعيبه اللعيبه دي كلها كويسه وجاد يا كابتن حراسه المرمى برضه عشان ما ننساش بالظبط يعني وعنده انت... اصلا اوريدي لعيبه كويسه الياس الجلاصي ده لعيب كويس قوي فريد شوقي آه جريندو مجموعه اللعيبه دي كلها السيد انت عندك, كافتن. عندك لازم لازم اللعيبه ديت تديها الطموح بتاعها عشان م. تبدا زي ما زي ما كنا في النادي الاهلي م. مثلا بيدي لك لا انت لازم تكسب الدوري م. لازم انت مفيش ماتش تعادل حتى مفيش تعادل م. سواء على ملعبك اه او على انت شايف احنا رحنا تحولنا يعني انا كنت كده كده كنت هتحول على مباراه المصري والسيراميكا يا كابتن الهزيمه الثقيله دي من وجهه نظرك سببها ايه؟ في اول ماتش خصوصا <applause> كابتن ايهاب جلال من اغلى المدربين اللي في الدوري المصري معاك اداره اداره بتجيب لك كل حاجه وطبعا بتحاول توفر كل التفاصيل او كل حاجة كل تفصيله صغيره جوه الفريق ومعاك لا صفقات طبعا ايه ايه السبب من وجهه نظر كابتن جمال وانت واحد من ابناء برضو النادي البصري بص انا لو جيت للواقع أه. المفروض ان الكابتن يعني فريق النادي المصري بالح... بال, بال... بالاداره اللي موجوده باللعيبه اللي موجوده بالجهاز الفني النهارده ما يتغلبش ابدا مم. لكن الوضع اللي انا شايفه مش له مبرر بجد مم. يعني مبرر امسكه في ايديا كده افكر هو طبعا اداء سيء جدا مم. خطوط متباعده أه حتى اللياقه البدنيه مم. حتى في اخطاء جوه الملعب كابتن ايهاب ما حاولش يصلحها يعني من ضمنها مثلا أه حسين السيد مع احترامي ليه شكله في ادائه في المباراه كهجوم كان يعني على مستوى افضل واحد في لعيبه النادي المصري لكن كان كان هو مشكله بالنسبه للنادي المصري لانه في كان الدفاع انا ذكرت نعم مشكله في الدفاع بتقول بالظبط يعني كان بيطلع على طول مهاجم وسايب الناحيه بتاعته او م. المكان بتاعه خالي ما فيش في او استغله م. نادي السيراميك ودي الذكاء بتاع الكابتن احمد سامي. مم. عندك ثلاث اربع لعيبه مهاجمين على مستوى عالي قوي في سراميكا وانت سايب الراجل الباك الشمال معدي وط... وسايب مكانه تماما. دي مشكله كبيره جدا انا بحس ان هي زائد التمركز انا اول مره اشوف مثلا لعيبه من بعض ال... تحديدا ابو سليمه. مم. يعني لما ياسر ريان خد احمد ياسر احمد ياسر خد الكره ويعدي مدي له ظهره يعني ما انا ما شفتش مثلا في الكره ما لعيب كوره يدي ضهر دي ما في ال18 يعني آه آه. في اخطاء دفاعيه غير طبيعيه في في الخط الدفاع وطبعا برضو انا اساسها السبب الرئيسي ان حسين السيد كان على طول طالع ما بيغطيش مكانه حد كمان يعني المكان ده حتى ايهاب جلال ما فكرش ان هو مثلا يدفع بحد يغطي المكان ده طبعا المهاجمين انا مش شايف مستوى فين مروان حمدي مش ما فين فين هداف الدوري السنه اللي فاتت او يعني المنافس على هداف الدوري المستوى لعيبه كلها هابط طب يعني في بدايه الموسم كده لا بص مش للدرجه دي ولا لسه يعني اصلا ما ابتدوش يعني يعني هل يعني ده ممكن عشان بدايه الموسم ممكن نشوف طب شكل طب خمسين اديني 50% من المستوى المفروض انا يعني عايز اقول حاجه بقى احنا يعني لعيب الكوره كلنا يعني انا آه. فكره بدايه الموسم هو انك ع... عطشان كوره بالظبط وعايز تعمل حاجه طب في ده ما شفناهوش آه. فعلا انا, أنا لا س... بقول لك ما فيش طيب. 50% من مستواهم كلهم فنل... حتى الجلاص فنل... اللي هو تفتكر كان... كان... الموضوع اختلف يا كابتن الماتشات الجايه اتمنى طبعا لا. لان لا. انا 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 يعني مستر كامل ومجلس الاداره عملوا اللي عليهم المفروض اللعيبه بقى تبدا تعمل اللي عليها والجهاز الفني. صحيح. انت 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 في انت ما تعرفش دلوقتي بورسعيد عامله ايه؟ لبنز. يعني عارف آه. كل جماهير بورسعيد حزينه حزن غير طبيعي صحيح. لان كان سقف طموحاتهم كان عالي جدا مم. ان ممكن هينافسوا وبتاع يعني. آه لكن صح. انا برضه بطمنهم ان شاء الله يبقى المستوى فيما بعد احسن طيب كابتن كابتن يعني